طيب دلوقتي كنا بنقول مع حضراتكم ان في حاله من الطقس السيء من المحافظات اللي بتتعرض لكل تاكيد او المحافظات اللي بتتعرض دايما بتكون هي الاقرب للبحر المتوسط، محافظات الساحل الشمالي، مرسى مطروح، اسكندريه، وجه بحري، الدلتا، البحيره، عشان كمان ليها ظهير صحراوي كبير. في تفاصيل كتيره في هذه المحافظات، لكن كل سنه بتحصل ازمه كبيره في محافظه اسكندريه وبينولها يعني تركيز على السوشيال ميديا، الصور والشكاوى بتكون أكتر من محافظة اسكندرية والقاهرة في التجمع الخامس تحديدا في شرق القاهرة. لكن اسكندرية حصل فيها تطوير شوية، شفنا أن الصور والفيديوهات قلت عن السنة اللي فاتت، موجودة بس قلت، لكن لما الدولة بتقول للناس تستعد من بدري، بالتأكيد الدولة زي ما فتحت الأزمات وبتتكلم عن حالة طوارئ بتكون عندها استعداد، ومن المحافظات اللي من المفترض يكون فيه استعداد فيها على قدم وساق محافظ اسكندرية. عشان كده معانا سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية. سيادة اللواء أهلا بيك على الحياة اليوم. أهلا حسام بيه وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا يا فندم. أنا عايز أعرف من حضرتك اسكندرية بتستعد إزاي؟ الناس هيحصل لها مشاكل ولا هيكون في استعداد قوي على غير المعتاد في خلال السنين اللي فاتت؟ لا أولا أكيد طبعا إن شاء الله في استعداد قوي، و محافظة اسكندرية يعني ليها خصوصية بالنسبة للنواة القوية والجامدة دي. مظبوط. احنا عندنا في اسكندرية على مدار 4 شهور الشتاء حوالي 18 نوة. دي نوة الحسوم. هتستمر عندنا ان شاء الله وفق الغرفة، غرفة عمليات السيول والتابعة لوزارة الري وهيئة الرصاد، هتستمر عندنا 3 ايام. هي المفروض انها تبدا خلال ساعه او ساعتين. مظبوط. كتير ان شاء الله، وهتستمر 3 ايام. النوى هتبقى مدى قوتها وذروتها بكره الساعه 12 الظهر ان شاء الله. احنا طبعا واخدين وضع الاستعداد، غرفه العمليات عندنا وغرفه اداره الازمات مكتمله من صباح اليوم وبتتلقى اي شكاوى او اي توجيهات. احنا بالنسبه لجميع الجهات التنفيذيه في المحافظه رفعنا درجه الاستعداد، الاسعاف والكهرباء والميه والصرف الصحي. بالنسبه للصرف هو اهم حاجه طبعا عندنا النهارده. احنا نشرنا اكثر من 80 عربيه في اماكن تجمع الميه المعروفه سواء على الطريق الصحراوي، يعني موجوده أو من الاول يا فندم. موجوده من النهارده الظهر يا فندم، من قبل ما المطره تنزل. عظيم عظيم. عظيم. احنا متعودين على اماكن تجمعات الميه سواء على الطريق الصحراوي او داخل محافظه اسكندريه. العربيات موجودة بالفعل من الساعة 12 الظهر ومنتشرة، وفي بدلات برضو لنقل المياه من مواقع تجمعها لمواقع أخرى عشان ما فيش طريق يقف. احنا عملنا إجراءات أخرى، بيارات محطات الرفع تم تفريغها تماما النهاردة عشان تبقى مستعدة لأي كميات مياه. تمام، عشان ما تبقاش مليانة من قبل كده فتيجي المياه ما تلاقيش مكان فيها في البيارات. تمام يا فندم. مظبوط. وعملنا نسقنا مع وزارة الري وخفضنا منسوب المياه في المصارف عشان المياه لو زادت بتبقى ما تغرقش، بتغرق الشوارع الجانبية. ده بالإضافة ان احنا في تنسيق مع استيقاظ المنطقة الشمالية عشان في عربيات الشفط بتاعتهم حوالي 25-30 عربية بتكون على جاهزة وعلى هبة الاستعداد. يعني في 25 عربية من المنطقة الشمالية للقوات المسلحة إلى جانب العربات المملوكة، إلى جانب 80 عربية خاصة بالصرف الصحي موجودة في محافظة اسكندرية. يعني احنا بنتكلم مجموع 105 عربية. تمام. وممكن يعني ايه، مش عاوز اقول لحضرتك ان شاء الله حتى لو احتاجنا اكثر من كده بنستعين بسيارات الشفط بتاعت شركات البترول. لكن ان شاء الله ربنا يكرم كده وما تزيدش الامطار عن المعدل المتوقع باذن الله. سياده اللواء انا عايز اسال حضرتك قبل النقطه دي، يعني استكمالا لموضوع العربيات، من المناطق في اسكندريه اللي كان فيها شكاوى مستمره امبروجو والطريق المؤدي من المنتزه لغايه ابو قير والناحيه الثانيه بحري، دول 3 مناطق كان في شكاوى دايما في خلال الفترات اللي فاتت. هل في اهتمام خاص بيهم في خلال هذا العطلة أو في هذه العطلة؟ لا، لازم أوضح لسعادتك حاجة. احنا عندنا مناطق في اسكندرية وخاصة في المناطق المتخمة لغاية دلوقتي ما فيهاش صرف صحي، بنعتمد فيها تماما على الشفط بالسيارات. احنا عندنا عربيات كبيرة جدا في الصرف الصحي بتشفط أي كميات مية. عظيم. لا، وفي أماكن فيها بيحصل فيها تجمعات أكتر من كده كتير.
لكن الحمد لله على مدار الاربع شهور اللي فاتوا والنوات اللي فاتت كلها احنا ما حصلش توقف لاي حركه مروريه في اي يوم، رغم ان احنا في يوم في احدى النوات نزل علينا 3 مليون متر مكعب ميه. رقم ضخم. كان منهم فوق الطاقه الاستيعابيه للشبكه. لكن الحمد لله بقى يعني احنا كلنا واقفين مع بعض، المنطقه الشماليه والصرف الصحي والميه والمحافظه، وبنتابع لحظه بلحظه. عظيم عظيم. ان شاء الله ربنا يسهل كده وتعدي الامور ان شاء الله. نكلم حضرتك بعد مرور الازمه دي على خير، ونشكر المجهودات ونبارك لحضرتك نجاح هذه المجهودات يا سياده اللواء. ربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله. سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا. وبنتكلم في اكثر من 105 عربيه موجوده في اسكندريه لشفط المياه، في استعدادات واضحه وصريحه زي ما سمعنا من سياده المحافظ. نتمنى ان المجهودات دي تكلل بالنجاح، وفعلا الناس ما تتعرضش لازمات، والناس تلتزم البيوت حفاظا على صحتهم في المقام الأول، وحفاظا على سير المرور للناس اللي هيكون عندها ضرورة قصوى للنزول.